بقول لك ايه يا سي مختار؟ يا روح سي مختار، انت هتيجي تبات معايا الليله دي مش كده؟ الليله دي ما وعدكيش، عندي ميعاد مهم مش عارف اذا هعرف اجي ولا لا، بس اكيد هجيلك ليله الخميس. لا انا عايزاك فجر الخميس. نعم قصدي يعني انا محتاجه لك قوي الليله. يا بت يا بت، ده النهارده الاربع والخميس ده بكره، يعني ممكن نستنى؟ ما حبكتش الليله. الليله يعني الليله؟ رايا سماح، مال شكلك متغير كده ليه؟ بصراحه بقى يا سي مختار انا قلبي مقبوض وحاسه بخوف، ولو ما جيتش الليله دي انا مش هعرف انام. يرضيك يعني ان انا ما اعرفش انام؟ ما يرضنيش طبعا. يعني هتيجي تبات معايا الليله دي؟ هاجي طبعا هاجي، بس هتاخر شويه صغيرين قد كده. وماله، المهم انك تيجي قبل الفجر. ايه حكايه الفجر دي؟ اصل الدنيا بتبقى عتمه وبخاف انام لوحدي لغايه ما الفجر يطلع. اذا كان كده ماشي. تسلم ايدك يا سموح. تسلم، بالهنا والشفا يا اخويا. الله يهنيك. همشي انا بقى دلوقتي عشان الحق اروح مشاويري، وعندي بعدين بالليل وبعدين ميعاد تاني، فحاول اجيلك بعد ما اخلص. ربنا يخليك يا اخويا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. عايزه حاجه حبيبتي؟ سلامتك، الف سلام. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. مع السلامه يا اخويا، يستر طريقك ويكفيك شر ولاد الحرام يا رب قادر يا كريم. يا رب. بقولك ايه يا حاج؟ مورين يا ست ستات، في واحدة من معارفنا جوزها تعيش انت قابل ربي كريم، وعندها ست عيال والمشوار قدامها لسه طويل قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بقول يعني يا حاج، لو كنا يعني نبعت لها كل شهر مبلغ ونعتبره صدقة جارية، أو يحميها ويحمي ولادها من بهدلة الأيام. ماله يا حاج، الخير كتير والحمد لله، وهو كله بثوابه. أحسبي كفيها كام ولا رقبت سدادة؟ إلهي ربنا يكرمك، قادر يا كريم، يا راجل يا طيب يا أمير، يا اللي قلبك زي البفتة البيضة. أنت اللي طيبة وفلة الفلات يا حاجة يا مقطقطة. ربنا يبر بخاطرك يا رب. على فكرة أنا عندي ليكي مفاجأة حلوة. خير يا حاج؟ عمرة رمضان اللي جاي. إيه، حجزتها؟ طبعا حجزتها يا ستنا، ربنا يكتبها لنا إن شاء الله. يا رب نبقى كده مجتمعين في الجنة إن شاء الله، قادر يا كريم. عن إذنك بقى، لما أشوف هنية خلصت العشاء ولا لأ. اتفضلي. الو، ازيك يا ست الكل؟ طمنيني، ماما عامله ايه النهارده؟ يا ترى انت فين يا مختار؟ يا على الغلبان. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الحمد لله على السلامه يا اخوي. اديني اكتر الميه في ايدك سوكر من هنا يا اخويا. يا ما انت كريم يا رب. اديني الميه.
وحشتنا. انت شكلك رايق على الاخر النهارده. على الاخر اخر على الاخر. ايه ده، انت هتنام بهدوم الخروج ولا ايه؟ عشان عندي مشوار جوه الحلو. انت شكلك مضيع على الاخر. لما انت كده يا رب. طب اقوم انا هجيب لك كوبايه ميه عشان تفوقك شويه. ايوه ايوه جيبيلي الميه في ايديك. يا اصحى يا سي مختار، اصحى يا سي مختار عشان تشرب الميه. الشقي بس، هو انا دبنه؟ اصحى يا اخويا، اصحى، ده الفجر قرب جدا. والنبي اوعى تشخر، اوعى تشخر والنبي، ده انت نومك تقيل من غير حاجه. يا سي مختار اصحى يا اخويا، اصحى يا سي مختار، اصحى يا سيد الناس. وبعدين بقى، وبعدين لا ما بديهاش. ما تصحى يا سي مختار، ده الفجر انت هيحصي السوداني.